أصبحت شركة ألمنيوم البحرين ألبا أول مصهر في المنطقة ينجح في الحصول على شهادة إعادة الاعتماد وفق أحدث إصدار من معيار الأداء التابع لمبادرة استدامة الألمنيوم ASI والذي أعلن عنه في مايو 2022. وشملت شهادة الاعتماد أنشطة الشركة في إنتاج الألمنيوم الأولي من مادة الألومينا وتسويقه وتكليس فحم الكوك البترولي وتحلية المياه وتصنيع قوالب الأنود، إضافة إلى عمليات الصهر والسبك وإنتاج الطاقة، وذلك في مواقع مصنع التكليس والمصهر التابعين للشركة في مملكة البحرين. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تفعيل مشروع النسخ الاحتياطي للخدمات الحكومية ضمن خدمات الحوسبة السحابية لمايكروسوفت 365، والذي يهدف إلى تحقيق الحماية الشاملة لأصول البيانات والمعلومات للجهات المنظمة للمشروع، بما يعزز استمرارية منظومة عملياتها وديمومة تقديم خدماتها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد هشام إبراهيم الهاشمي، مدير إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مرحبا بك أستاذ هشام في النشرة الاقتصادية. إلى أي مدى سوف تستفيد المؤسسات والهيئات الحكومية من خدمة النسخ الاحتياطي للخدمات الحكومية؟ وما هي الآلية التي تتبعونها لحفظ هذه البيانات؟ أشكركم في البداية على هذه الاستضافة وحرصكم على تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات الوطنية اللي تدعم التحول الرقمي للمملكة. مثل ما نعرف بأن لكل جهة حكومية أصول للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأنظمة والخدمات اللي تقدمها للأفراد أو الجهات الأخرى، وهي حريصة على الاحتفاظ بهذه المعلومات ووثائق الدولة حماية البيانات الشخصية، واللي تشكل عصب رئيسي لتأدية مهامها وتقديمها لخدماتها. ما يخفى عليكم بأن الحفاظ على نسخ احتياطية لأصول البيانات الحكومية أمر ضروري ملح للرجوع لها في حال حدوث أي طارئ سواء طبيعي أو غير طبيعي لنتفادى ضياعها أو فقدانها سمح الله. يعني في هذه يعني من هاي المنطلق تم تفعيل عملية النسخ الاحتياطية اللي بتقوم فيه الهيئة بالتعاون مع شركة فيريتاس وهي إحدى الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال. حاليا في وإحنا حاليا في المرحلة الأولى من المشروع، وراح تستمر الربع الأول من العام 2024 أي ما يقارب 5 أشهر من الآن. واللي حاب أكد عليه بأن هذه السياسة اللي يتم اتباعها في عملية الناس تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة عند الشركات العالمية في هذا المجال. في النهاية حاب بس أنوه بأهمية هذه المبادرة اللي راح توفر آلية واضحة ودقيقة توفير الوقت والجهد لتقليص التكاليف مع سهولة استرجاع البيانات معلوماتها في حال أي طارئ أو حدوث كوارث طبيعية لا سمح الله، ضمن تحديد الحماية الآمنة للبيانات الشخصية. هذا كله يساهم في تمكين الجهات الحكومية شبه الحكومية من تحسين فعالية وكفاءة منظومة خدماتها المقدمة وديمومة استمراريتها. نعم سيد هشام إبراهيم الهاشمي، مدير إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت شركة بنفيت عن تعاونها مع شركة فيزا من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتطورة للمستخدمين في مملكة البحرين. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم فيزا بدعم عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها شركة بنفيت على مدى 5 سنوات، حيث أنها تهدف إلى إطلاق مجموعة مبتكرة جديدة من الخدمات والتحسينات ضمن محفظة بنفيت باي. وسيتمكن العملاء من الحصول على خدمات مالية رقمية تتميز بالسلاسة والأمان والموثوقية.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد يوسف محمد النفاعي نائب الرئيس التنفيذي في شركة بنفت. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. أستاذ يوسف، ما هي أهم مخرجات اتفاقية التعاون مع شركة فيزا وما هي المزايا التي سوف يحصل عليها المستخدم؟ مرحبا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على هذه الاتفاقية الهامة بين شركة بنفت وشركة فيزا العالمية، واللي طبعا تهدف إلى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مجال التكنولوجيا المالية، سواء كانت هذه متعلقة بالبحث والتطوير في هذا المجال أو في مجال الله يسلمك المدفوعات والتحويلات الإلكترونية، سواء كانت على المستوى المحلي أو العالمي. وكذلك أيضا تهتم هذه الاتفاقية في مجال معالجة البيانات والمعلومات بصورة ذكية بحيث تكون مفيدة وذات قيمة عالية للمستفيدين في القطاع المصرفي، ولا سيما طبعا عملاء تطبيق بنفت بي اللي احنا طبعا نحاول نكون متميزين ورائدين في هذا المجال، ليس فقط على المستوى المحلي أو الخليجي بل على مستوى العالم، وبالتالي نساهم في تعزيز ريادة مملكة البحرين في قطاع التكنولوجيا المالية. السيد يوسف محمد النفاعي نائب الرئيس التنفيذي في شركة بنفت، شكرا جزيلا لك. أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينة أن مشروع حبشان الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سيكون له القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنها وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، وذلك بهدف تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات وأدنوك في مجال خفض الانبعاثات. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.